المشهد اللافت للنظر في موكب جنازة الرئيس السيسي كان من طرفك شيخ عبد الفتاح مورو، وهو سيرك وحيدا على قدميك لمسافة طويلة خلف العربة التي تحمل جثمان الرئيس التونسي الراحل. هذا الأمر صاحبه تعاطف وإعجاب كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فما الذي دفعك للقيام بهذا الأمر؟ هذه الثقافة التي تلقيناها والأداب التي تربينا عليها علمتنا بأن إكرام الميت المشي وراء جنازته لتشييعه، وهذا المعنى تربينا عليه في أدابنا الإسلامية وفي أخلاقنا الوطنية، وتصور أن الجميع مفروض عليه أن يفعل هذا، ولم أكن بدعا بل كنت أحد الذين تربوا على هذه المعاني، وما قدمته لا يستوجب لا تنويها ولا شكرا.